حياكم الله مشاهدينا ومتابعي قناة دبليو تي في شاشة وطن، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. اليوم حلقتنا خاصة، رغم الموازنات الانفجارية لكن البصرة تبقى تفتقر لأبسط الخدمات. احنا ارتئينا في برنامج المعتمد ان نخصص اغلب حلقاتنا حول البصرة الحبيبة. انا مو بنت البصرة، لكن من اشوف اليوم اكو خدمات بالبصرة وينقصها الكثير من الامور بالنسبة للواقع الصحي والخدمي وايضا التعليمي، للاسف يعني تكون غصة كبيرة في قلبي. بالتالي خصصت حلقات اليوم اغلب الناس دا يقولون برنامج المعتمد صار من البصرة، لا هو من بغداد، لكن حلقاتنا دا تكون اغلبها على البصرة، لان ما معقولة نترك أغنى محافظة بعموم العراق تفتقر لأبسط الخدمات. بالتالي إحنا نعرض ونستعرض مناشدات المواطنين، وأغلب هاي المناشدات تصلنا عن طريق الاتصالات أو الرسائل الخاصة بالصفحة الشخصية بالنسبة لي يعني صفحة القناة. بالتالي إحنا بدورنا نلبي هاي الطلبات ونعرض الهموم والمشاكل لأغنى محافظة بعموم العراق وعاصمة العراق الاقتصادية والشريان المورد للعراق. بالتالي اليوم البصرة ينقصها الكثير من الأمور، ما معقولة نترك أغنى محافظة اليوم بالعراق تعاني وتفتقر للخدمات. عسى ولعل السادة المسؤولين يعني يلاحظون هذه المناشدات ويستجيبون ويوفرون اليوم الخدمات اللي تنقص محافظة البصرة. أقول على المشاهدة راح تعرف على تفاصيل أكثر من خلال ضيوفي. بداية أرحب بالأستاذ سجاد العطبي الناشط المدني. حياك الله أستاذ سجاد. أهلا وسهلا، حياك الله ستنا العزيزة ميتي. نعم، بداية أستاذ سجاد، اليوم شنو الخدمات اللي تنقص محافظة البصرة؟ من وين نبتدي برأيك؟ والله ستنا العزيزة هواي، يعني ما تبدي من الصحة، من البنى التحتية، من التعليم، يعني هواي مجالات. الكهرباء هسه خلال هاي الأيام من الكهرباء تعبانة. نعم، ليش الجو تغير يعني شوية اعتدل؟ ايش عجب اليوم ما عندكم كهرباء؟ والله حاليا انا من قضاء ابو الخصيب وصاعد ويا حضرتك بقناة تي في وطن، وكهرباء ما نعم كهرباء مطفي هسه عندنا بقضاء ابو الخصيب. نبدي نريد نسولف عن واقع الخدمات بصوره عامه، اذا تريدين اسولف لك عن قضائي. نعم. كون ادري يعني خلينا نبدي باول شيء الواقع الصحي، بما انه احنا مقبلين على عام دراسي جديد، خلينا نبدي عفوا الواقع التعليمي، بما انه المدارس راح تفتح ابوابها لاستقبال العام الدراسي الجديد، خلينا نتحدث عن هذا الموضوع. شلون الاستعدادات اليوم بالبصره؟ اليوم انتم كاهالي ومواطنين وناشطين، شلون تشوفون استعدادات التربيه والوزاره لاستقبال اليوم العام الدراسي الجديد؟ نعم تفضل. نعم نشوف اكو استعداد، ونشوف طلبتنا واهاليهم، ونشوف هم الوزاره بالاستعداد للعام الدراسي الجديد. لكن تعرفين انت الاوضاع بالبلد اللي ما مستقره حقيقه، يعني البارحه احنا محافظه البصره طبينا برعب، الساعه تقريبا فوق 12 بالليل البصره انهزت عن بكره ابيها، وكانما قاعدين بغابه مو محافظه البصره، صواريخ، يعني الوضعيه كلش البارحه خربت في محافظه البصره. هاي الاوضاع يعني هاي اما تاثر على التربيه، تاثر على غير ابسط شغله هسه راح تجوز احتمال يتاجل الدوام في محافظه البصره على ضوء هاي الاوضاع اللي جايه تصير. نعم. واحنا من هنا التربيه عندنا تعبانه ومدارسنا متهالكه، وناسنا تتجه وين؟ للمدارس الاهليه، لان الوضعيه بالبصره خربانه، كلش خربانه. نسولف على المدارس، نيجي على فقره المدارس. المدارس تعرفين اغلب المدارس في محافظه البصره متهالكه. اكو هناك مشاريع واكو مدارس جديده، لكن لمتى يعني ليبت؟ يعني اغلب مدرسه تظلها سنه سنتين ثلاثه، اكو مدارس عندنا لا والله صار حتى اربع سنوات خمسه من الحاله للعمل، ولحد الان ما انفتحت. نعم. نعم ستنا العزيزه. زين، اليوم ليش ماكو اهتمام بالواقع التربوي بمحافظه البصره؟ ليش الواقع التربوي اليوم
يعاني من نقص الخدمات، ليش اليوم مدارس ما انبنت بعد عام 2003؟ ليش اليوم اكو مدارس يعني مشيده لحد هذا اليوم ما تم اكمال بناها؟ شنو السبب اليوم والاسباب اللي اليوم ادت لتدهور هذا الواقع المهم؟ نعم ست عزيزه، مثل ما تعلمين وعزيزنا المشاهد يعلم، المدارس الاهليه اثرت على المدارس الحكوميه، لان يعني المدارس الاهليه بها التعليم افضل، بها النظافه افضل، بها الكادر التدريسي والمدرسين الموجودين والمعلمين افضل، فالناس ظلت تتجه وين؟ الى المدارس الاهليه. نعم. يعني لماذا المدارس الحكوميه جاي تهمل والمدارس الاهليه جاي تتعمر؟ أنا أقول لك شنو السبب. السبب لأن المدارس الأهلية تابعة للناس متنفذة بالدولة. نعم. فصبح نعم أستاذ سجاد ابقى ويانا، أنتقل ويا ضيفي الآخر الأستاذ عقيل زكي الناشط المدني. حياك الله أستاذ عقيل. أهلاً وسهلاً، السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام وبركاته. وسهلاً بحضرتك، نورتنا أستاذ عقيل. اهلا وسهلا، انتم النور. نعم. صوت واضح؟ نعم اسمعك واضح، صوت جيد جدا. استاذ عقيل، تكلمنا انا واستاذ سجاد الناشط المدني حول الواقع التربوي واستعدادات محافظه البصره لاستقبال العام الدراسي الجديد. اليوم انت كناشط وكاب، اليوم شلون تشوف استعدادات الوزاره والتربيه لاستقبال العام الدراسي الجديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله البصرة غير مستعدة لاستقبال العام الدراسي الجديد، يعني هذا على ثالث عام دراسي جديد والكتب هي نفس الكتب، ماكو طبع جديد. زين، هو الفساد شلون يصير بالمشاريع الوهمية زين الموازنة مال وزارة التربية وين جاي تروح؟ زين، هاي كلها فساد. لحد الآن البصرة غير مستعدة إلى استقبال العام الدراسي الجديد. المدارس كل مدرسة بها ثلاث دوامات جاي يصير، كل مدرسة ثلاث دوامات جاي يصير. قبل 2012 وزارة التربية تعاقدت على مشاريع وبناء المدارس، هاي ظلت المدارس ظلت فقط هيكل وصارت مكب للنفايات فقط. أما القانون الجديد والشركات الصينية فقط مسيجة المدارس بقانون الأمن القضائي أو اللي تخصصت من الشركات الصينية. المدارس في البصرة انبنت، ولكن شنو انبنى؟ فقط تشينكوات داير ماي داير. نعم زين، خلينا ننتقل للواقع الصحي بالبصرة، شلون نشوفه؟ الواقع الصحي واقع صحي كلش متهالك، ماكو صحة، معدومة الصحة في البصرة. اليوم انت من تريد تروح تجيب تدخل للمستشفى يكتبوا لك علاج من خارج المستشفى، كل علاج ما موجود في المستشفى. مثلا احنا نجي للمركز الصحي للأمراض السرطانية، هو دخل بهذا المركز حتى يتعالج، توجد بهذا المركز من الأخطاء الطبية، ولا يوجد بهذا المركز علاجات للشخص الراقد، يقولوا له روح جيب علاج من خارج المستشفى، مقاضينا صيدليه اهليه. ليش اليوم العلاج موجود بالصيدليه الاهليه وليش العلاج ما موجود بهذا المركز التخصصي؟ وانما هذا المركز التخصصي بالشهر 150 مليون يخصصوا له من غير الشركات النفطيه ومن غير المنظمات. هذا هو الفساد. نعم، هذا الفساد يقتل المواطن. يعني اليوم سبب الإهمال بالنسبة لما يخص الواقع الصحي هو برأيك الفساد؟ أكيد الفساد، أكيد الفساد، لأن اليوم احنا عندنا 30 سرير بهذا المركز التخصص للأمراض السرطانية، 30 سرير للرجال و30 سرير للنساء. يعني 60 سرير. هاي أمام عيني، وهاي أمام عيني. زين. أمام عيني أنا جاي أحاكيك، أمام عيني يجي يقول لك مقبط روح ارجع للبيت. يعني شلون انا هو بالشارع وين اودي؟ يقول له والله بعد هاي زين. يعني استاذ عقيل، اليوم امراض السرطانات انتشرت بشكل مخيف بمحافظه البصره بسبب التلوث الحاصل بالمحافظه من والغازات المنبعثه والدخان المنبعث من الشركات النفطيه. زين، الحكومه ليش لحد هذا اليوم ما وضعت حل لاهالي البصره؟ يعني معقوله ماكو حلول اليوم تنقذ العالم من هذا التلوث البيئي اللي دا يصير؟ معقولة اليوم أرواح الشباب والناس يعني هيك تروح ببلاش؟
اكيد ست، لان شنو تهمهم مصالحهم ومكاسبهم، تهمهم مصالحهم ومكاسبهم. اليوم الدخان علينا والسرطان علينا، التلوث كله علينا، والاموال الهم، الاموال الهم. هاي النفط البصره، هي البصره شنو حصلت من نفط البصره؟ لا من ماي، ماي مالح، تلوث موجود، امراض سرطانيه موجوده، علاج ما الهم هو النفط، بسببه جاي يصير الامراض السرطانيه والماي، هذا كله بسبب التلوث. لحد الان ما لاقين علاج لهذا. لو اكو كانت متابعه واكو نزاهه ما صار اللي صار. نعم، زين. يعني اليوم ايش وقت برايك يتم القضاء على التلوث البيئي اللي حاصل بمحافظه البصره؟ ليش وقت تبقى ارواح العالم دا تنزف بسبب تفشي امراض السرطان؟ والمشكله اليوم اكو نقص في المستشفيات، حضرتك ذكرت اليوم 30 سرير للرجال و30 سرير للنساء، بالتالي اليوم اكو اعداد تفاقم هاي الاسره. زين اليوم من شخص يجيب يعني عزيز عليه ومريض عليه ويلقى سرير ماكو، شو يسوي بهيك حاله؟ هو ما عنده امكانيه. المشكله يعني مو كل العالم اليوم تقدر تروح مستشفيات اهالي، مو كل العالم اليوم عندها امكانيات تقدر يعني توفر الاحتياجات. اليوم سعر الادويه غالي، نشوف المستشفيات الاهليه اسعارها غاليه، فمو كل العالم اليوم عندها امكانيه تقدر تنقذ حياه مريضها، بالتالي اليوم شنو هو المتوفر بهاي المستشفيات؟ ست انا جاي احكي لك الواقع يعني، واللي شفته بعيني واللي تلمسته بيدي. يعني انا كنت راجع على مريض في المركز التخصص للامراض السرطانيه. نعم. فهناك استاذ عقيل، كم مركز يعني متخصص بامراض السرطان؟ مركز واحد في البصره. هو البصره هي اكثر محافظه انتشر بها مرض السرطان، بها مركز واحد بس؟ اكيد، لان اليوم عندنا قطع اراضي ما شاء الله خير من الله مستولي عليها الاحزاب، المفروض لو يعطونا قطعه واحده ونبدا بها فد مركز تخصص للامراض السرطانيه حتى نقدر نعالج البقيه. اليوم ما معقوله يجيني شخص وذبلنا بالشارع اقول له ما عندي مكان لك، المفروض تتكون له الراحه، المفروض النظافه. تدرين ماي مالح؟ اما ماي مالح انا اللي شفته بعيني، اما ماي مالح مصوره، اما ماي مالح، اما مقطوع الماي. نظافه ماكو، متابعه ماكو، اداره ماكو، هذا كله موجود بالمركز التخصصي. انا ممرض تروح تفتر علي يلا تلقاه ويجيك قوه، لان 30 سرير على ممرض واحد. زين، معقوله يعني هذا حال اليوم البصره؟ مركز تخصصي واحد فقط لامراض السرطانات، واليوم انت ذكرت انه هو ما يليق بمستوى المريض؟ وبعد وبعد وبعد، مثل عندنا الاستشاريه. زين، مستشفى الجمهور الاستشاري الحكومي تلقين دكتور واحد وعلي ازدحام كلش قوي، كلش قوي ازدحام علي هذا الدكتور، اذا هو يجي بالتسعة ويروح ب 12، فكيف هاي العالم راح تحصل على هذا الدكتور؟ وكافة علي سارة والمستشفى حار، حتى سبالت ما بي هذا المستشفى الحكومي حار، اما بي سبالت واقفه عطلانه. نعم، انا اليوم اجيت من المستشفى. ابقى يا استاذ عقيل. وعلاجات استاذ سجاد، وعلاجات يشترونها من خارج. نعم استاذ سجاد، استاذ عقيد ذكر انه المركز التخصصي الخاص بامراض السرطان ب 30 سرير للرجال و30 سرير بالنسبه للنساء. اليوم الاعداد تفوق هاي الاسره، بالتالي اليوم اكو ناس تجيب مرضى يقولوا لهم ماكو مكان، اخذوا المريض وطلعوا. زين، شو يسوي اهل المريض بهيك حاله؟ شو يسوون؟ نعم ستنا العزيزة، اكو معلومة مثل ما تفضل الاب، اكو معلومة بعد اقوى من هاي المعلومة. العلاج مال الامراض السرطانية جاي ينباع خارج المستشفيات، يعني بالاسواق خارج المستشفيات العلاج، العلاج جاي يوصل سعره 13 ورقة 14 ورقة، وهذا العلاج لازم موجود بس من المستشفى نفسه، لان علاج خاص. هذا العلاج جاي ينباع خارج المستشفيات وباسعار خياليه كلها بالدولار. جاي ينباع بالدولار. شلون وصل هذا خارج يعني المستشفى العلاج؟ ستنا انت مثل ما تعلمين وعزيزنا المشاهد يعلم والناس كلها تعلم، المتنفذين صاروا بكل مكان. احتمال انا هسه بيتنا جاي اسولف القى متنفذ من الدوله قاعد يمي وانا ما ادري. شلون وصل؟ لان دوائر الدوله كلها تابعه الى جهات وجهات. زين. جاي يشتغلون بالاوراق المحروقه وجاي يشتغلون علني، هذا فساد. كل الدوائر في محافظه البصره وفي العراق عامه اغلبها فيها فساد. زين،
يعني انا يوم من اخذ العلاج ابيعه برا المستشفيات باسعار خياليه، سعر العلاج وصل 13 ورقه. زين اليوم المصاب اللي ما عنده امكانيه، الانسان الفقير اللي ما محصل راتب رعايه، شلون يقدر يعالج نفسه؟ ستنا العزيزه بعد شلون ما تقولين هو مشكلته، هو يعني يفكر بالفقير هو اللي جاي يسوي هيك؟ هذا اجرام بحق الانسانيه، هو علاج مخصص للامراض السرطانيه لازم متوفر بالمستشفيات، جاي يطلعونه خارج المستشفيات وجاي يبيع يباع في الصيدليات الاهليه وفي الصيدليات الحكوميه، هو يفكر بالفقير هو اللي يبيع بهذا السعر وما يهمه؟ يعني ومين جال المرض؟ من خلال البصره، هي انسيه محافظه بها منتوجات نفطيه وجاي هاي الامراض كلها جاي نعم. تحصل زين استاذ سجاد، استاذ سجاد برايك مدير صحة البصرة عنده علم انه هاي الادوية اليوم دا تباع بالسوق السوداء؟ رئيس الحكومة المحلية عنده علم بهذا الموضوع؟ عنده علم اليوم سعر العلاج وصل 13 ورقة؟ بالنسبة لذول الناس اللي يلمعون بالفيس ومواقع التواصل، عندهم علم بهذا الموضوع قبل لا يتملقون؟ ستنا العزيزة اليوم يتابعون وماكو واحد ما يدري، كلها تعلم، بس لكن هناك تجاهل من الحكومة المحلية. زين إذا هم يعلمون شو متانين لحد هاي اللحظة؟ مش يسمعون. سجاد تسمعني؟ نعم. يعني إذا هم عندهم علم باللي دا يصير اليوم بالبصرة وإنه سعر العلاج وصل 13 ورقة، شو ينتظرون لهاي اللحظة؟ والله العظيم ستنا ما ادري ايش اقول لك، يعني النساه وين؟ القانون وين؟ الحكومه المحليه وين؟ مدير الصحه وين؟ وزير الصحه وين؟ ما اعلم انا، يعني العلاج شلون جاي يطلع خارج المستشفى؟ زين سجاد هسه لا يجي مسؤول يحاسبك انت شخصيا يقول لك من جبت هاي المعلومه؟ يجوز مو صحيحه، شنو الدليل على كلامك؟ عندي ناس مقربين الي بهم مرض الله يكفيكم ويكفينا الشر بهم امراض السرطان، واجيبه وقعده وهو يسولف للمسؤول شلون جاي يشتري العلاج ب 13 ورقه، علاج حبوب يصير حبوب باكيت هالقد ب 13 ورقه. كم حبايه بي يعني هذا الباكيت سجاد؟ والله ستنا ما اعلم، الله يكفيكم الشر ويكفينا ما اعلم، بس انا حسب المعلومات وحسب ما خابروني يعني قبل يوم وجاري قال لي شوف هذا الباكيت اللي به علاج هذا اللي يعني المريض ايش قد يحتاج بالشهر كم باكيت حتى يقدر يتشافى ويتعافى من هذا المرض اللي هو ينخر جسده؟ بالتالي ما عنده اليوم 13 ورقه شو يسوي؟ منين يجيب؟ يروح يبوك؟ يروح يقتل؟ الحكومه توفر له، لانه هذا العلاج يتوفر بس بالمستشفيات اللي فيها الامراض السرطانيه. شلون خرج خارج المستشفيات انا ما اعلم. زين برايك معقوله محافظه واغنى محافظه ايش كبرها ايش قدها اليوم بها مركز تخصصي واحد لامراض السرطان، واليوم نسبه السرطانات وصلت بالعالم اكثر من 70%. زين ليش بس مركز؟ اليوم ما عندكم قطع اراضي فارغه يبنوها؟ سووا حولها مراكز؟ ستنا العزيزه كل شيء موجود، قطع اراضي متوفره، اماكن متوفره، لكن هناك اهمال، لان هاي دوائر حكوميه، انا اكد لك على هاي المعلومه، لو كانت هذه المستشفى السرطانيه اهليه لقاموا ببناء ارقى مستشفى في البصر، ارقى مستشفى كفيل الله جاء، لان مو للفقير، لان هذيك راح تصير الناس متنفذه بالدوله، ناس متنفذه بالدوله تستفاد من وراها، بس هاي الان الناس فقراء. هسه نجي نخلص من شغله المستشفيات نجي للمدارس، المدارس عندنا في قضاء ابو الخصيب مدرسه كرفانيه في منطقه الصقر. استاذ سجاد انت حضرتك يعني بقضاء ابو الخصيب؟ انا من قضاء ابو الخصيب، اريد اسولف لك عن الوضعيه في قضاء ابو الخصيب. زين قبل لا تسولف لنا نجي على سالفه، موضوع اليوم المستشفى الصيني بقضاء ابو الخصيب وين وصلت؟ احنا وصلتنا معلومات انه الطوابق بدا يقل عددها. ستنا المستشفى الصيني يوجد فيها عمل، بس لكن العمل متلكئ. شو ينتظرون؟ العمل متلكئ، يعني المستشفى ما تكمل منها، يعني شكل سنه 25 26 ما تكمل. 25 26 يعني بعد ما تكمل، العمل متلكئ. كم عام يمر عليها على انجازها؟
يعني هم بأي عام بدأوا بإنجازها؟ ستنا المستشفى هاي من 2011 واحنا بسنه هسه 22 والمستشفى حاليا واصل فيها العمل خلينا نقول يعني 75%. سنة ومستشفى ما كملانه، يعني حتى ما اليوم كملت الجدران الاراضي، يعني الارض بدات تتهالك احتمال، اليوم يمكن السقف يحتاج انه اعاده بناء او تشييد، يعني 12 سنه مستشفى ما كملانه، شو ينتظرون بعد؟ ينتظرون العالم تموت اكثر؟ ينتظرون العالم تتاذى اكثر؟ مو كافي احنا يوميا نفقد عزيز وغالي علينا؟ ليش وقت يبقى هذا الاهمال؟ يعني اغنى محافظه اليوم ما بيها مستشفى تليق بالابن البصره، يجي البغداد يدور على مستشفيات؟ زين شو وقت نشوف الواقع الصحي يرتقي بالبصره مثل المستشفيات الاهليه؟ ليش اليوم البصره فقيره؟ ما عندها امكانيات؟ ما عندهم فلوس اهل البصره؟ مثل ما تعلمين ستنا، البصره هي شريان الحياه للعرب، لكن البصره تحكمها رؤوس الفساد. لو ما حياية. رؤوس الفساد نعم. هذا الحال بالبصر. استاذ سجاد ابقى وياي. استاذ عقيل، برايك اليوم سبب نقص الخدمات بالبصره شنو السبب؟ البصره فقيره؟ اليوم انتم ابناء البصره ايش مستفادين من نفطها؟ سمعين واضح؟ نعم اسمعك، تفضل استاذ عقيل. والله البصره ما مستفاده من النفط، اي شيء ما مستفاده منه، الصدى جاي يرجع. ليش مو مستفادين امراض سرطانيه وسموم لو طردون عيون اليوم اهل البصره؟ لا لا بعدني جاي. نعم تفضل. البصره ما مستفاده اي شيء من النفط، انما فقط الدخان، امراض سرطانيه والتلوث، هذا اللي مستفادينه من عنده. بس يعني للتوضيح هذا الموضوع، يعني هو مو للسخريه او الضحك، لكن هذا واقع حقيقي لمحافظه البصره. هذا الواقع. البصره وابنائها اليوم ما مستفادين فقط السموم والامراض السرطانيه، ويعني هذا الشيء موجود على ارض الواقع بسبب الابار النفطيه والغازات المنبعثه من الشركات النفطيه. يعني الباحث شفت هذا التقرير لاحدى القنوات العالميه، يعني اليوم بالنسبة لأمراض السرطان يعني انتشرت بشكل مرعب ومخيف بمحافظة البصرة، بالتالي يوم الحكومة المحلية لحد هذه اللحظة ما وجدت حلول لحل هاي الأزمة. وزارة النفط أيضا هي معنية بالموضوع، يعني معقولة أرواح الناس اليوم رخيصة لهالدرجة؟ يعني اليوم من نقول احنا حكومة محلية، يعني هي المسؤولة، هي المفروض اللي يعني تضغط على المركز، هي المفروض اليوم تضغط على وزارة النفط، هي اليوم اللي تضغط على وزارة البيئة، هاي كلها جهات ترى معنية بالموضوع. بالتالي اليوم انت كرئيس حكومة محلية تتحمل مسؤولية هاي الأرواح اللي دا تروح بسبب الأمراض السرطانية. ما معقولة اليوم أغنى محافظة بدول العالم اليوم أبنائها يعانون من نقص مراكز التخصصية الخاصة بأمراض السرطان، اليوم ما قطع فارغة؟ اليوم البصرة ما عندها إمكانيات نبني مراكز تخصصية؟ معقولة اليوم نسبة السرطان أكثر من 70% ومركز تخصصي واحد؟ معقولة اليوم سعر العلاج يوصل 13 ورقة؟ زين اليوم ما عنده إمكانية وإنسان الفقير شو يسوي؟ يموت؟ أنت السيد المحافظ بنفسك ذكرت أنه الموازنة الخاصة بمحافظة البصرة أنت مستلمها وعندك اليوم كافة الصلاحيات، شنو السبب اليوم؟ اكو نقص بالمستشفيات، اكو نقص بالمدارس، شو الثاني لحد هاي اللحظة؟ يعني يا ريت لو تطلع على وسائل التواصل، على القنوات، تطلع تبرر للعالم. اليوم العالم يعني دا تستنكر، اليوم العالم دا تتأذى، اليوم أهلك بالبصرة أكلهم المرض. اليوم دا يعانون، اليوم اهل البصره ما مستفادين شيء من خيرات، اليوم نفط البصره صار نقمه مو رحمه عليهم. بالتالي اليوم هذا هو واقع البصره، واحنا من نطلع ننتقد تلومونا او تقولون انتم تحاولون تضللون او تشوهون صوره شخص. انا بيت بغداد مو بيت البصره، لكن دمي محترق على هاي المحافظه، مع العلم اني لحد هاي اللحظه ما زايره محافظه البصره. وإن شاء الله راح أزورها بالمستقبل وأشوف واقعها على أرض الواقع. يعني إحنا المناشدات اللي توصلنا ترى مصورة وفيديوهات ووثائق وأدلة، يعني هذا الشيء ما جابيه من جيبنا وماكو شيء مخفي، يعني إحنا تطورنا ترى.
وأصلا إذا تسمحي بدون لي ما بالوقت، أحد يدزلنا، يعني هو هذا الواقع بالبصرة. نعم تفضل أستاذ. إذا تسمحي لي بالوقت، تفضل. هاي راح أنطيك فد معلومة وصورة هاي صارت قدام أمامي. عندي صديق ابنه صار بمرض السرطان، نعم. فوداه للمستشفى، اكو مستشفى الطفل الأمراض السرطانية منه. الإبرة ب 13 ورقة وما موجودة، فقط بيران. هذا الشيء حقيقي اللي أنا جاي أحكي لك فيه. زين. ب 13 ورقة باع بيته، هو قاعد بحواسن، باع بيته وجاب أبر من نيران، الوحدة ب 13 ورقة، وأنا مسؤول على هذا الكلام. أبرة ب 13 ما ورقة متوفرة بنا. وباع ب 13 بيته ورقة وهو وجابها نيران. قاعد حواسب على مود ينقذ حياة ابنه. هذا حياة هو ابني. حال المواطن البصري. خلي يسمع السيد هذا هو حال المسؤول. البصري. هذا هو حال البصري. أنت ما لك غرض بالإعلام. الإعلام مثل ما اللي صار قبل كم يوم من مقاذفات وهاونات وصواريخ، ويطلع رئيس اللجنة الأمنية يقول اطمئنوا، يدز رسائل اطمئنان في مواقع التواصل او بالقنوات. احنا ما نريد رسائل اطمئنان في الاعلام، نريد رسائل اطمئنان في الواقع. الواقع يختلف بان قيادات الامنيه في البصره فاشله، فشل في فشل في فشل. ما كل 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 قائد امني ما عنده سلطه على الاحزاب في البصره ولا على العشائر. اليوم انت رئيس لجنه امنيه، انت المسؤول على المواطن، وانت المسؤول على قائد، وانت مسؤول على شرطي وعلى شيخ عشيره. لا تطلع لي بالمواقع التواصل وتقول لي والله اطمئنوا ماكو شيء. لا اكو شيء. ما تقدر على الاحزاب والجهات اللي جاي تتقاتل ما بينهم معروفه، وانت تعرفهم حق المعرفه. وين هو الامان بالبصره؟ واحنا نشوف اليوم يوميا العوائل مرتعبه، يوميا نشوف العوائل باكيه، يوميا نشوف العوائل شايله من سكن الى سكن من الصواريخ والبكيسيات والغادفات اللي جاي للصبح. وين انت عنهن؟ ماكو كل امان بالبصره حاليا. يقول لك امان، احنا ما لنا غرض بهاي مثل ما نقول اللوجيه وغير اللوجيه اللي يحكون بان البصره امنه. لا، البصره مو امنه، البصره للصبح ما نايمه البارحه، وكل يوميه من وراء الصواريخ والغاذفات. نعم. استاذ سجاد، تعليقك على كلام استاذ عقيل. نعم ستنا العزيزه، كلام استاذ عقيل كله كلام واضح وكلام دقيق وكلام نعم. صريح. محافظه البصره بارحه ضبط انذار تحت الصفر، كأنما ساكنين في غابة، الصواريخ انطلقت من كل مكان. نعم. الناس رعبت، الناس يعني اليوم عندها خوف، قاتلها الخوف اليوم. أريد أسأل محافظ البصرة، أريد أسأل القوات الأمنية، أريد أسأل قائد الشرطة الجديد اللي جانا على مود يحمي محافظة البصرة، أريد أسأل القوات الأمنية، قائد عمليات، وين الأمان بالبصرة؟ نعم. يعني صراحة أستاذ سجاد احنا نتأمل. نعم. المشكلة انه القائد الجديد السيد المحافظ يعني مبلغه انه ما يباشر اذا ما يشوف المحافظ. بالتالي يعني برأيك شنو السبب؟ غير هو مكلف ب يعني امر وتلبية الواجبات والاوامر الصادرة من القيادات العليا. بالتالي يعني ما اعرف شنو السبب، يعني عمله معطل لحد هاي اللحظة. احنا نتامل يعني الصحه والسلامه لاهالينا بالبصره، وانه الاوضاع الامنيه تكون افضل من اللي دا يصير اليوم حاليا بمحافظه البصره. نعم ارجع يا استاذ عقيل، خلينا ننتقل لموضوع المياه واليوم ملوحتها. برايك شو وقت اهالي البصره يجي يوم يشربون مياه صالحه للشرب تكون مو مالحه، مياه عذبه، ما يشترون مي ارو؟ نعم، احنا نعمة من الله سبحانه وتعالى قدرنا نصنع الماي ارو بالبصرة، كان ظلينا بالضين نشرب ماي مالح. هو هذا الطموح من البصرة؟ هو هذا الطموح من البصرة، نصنع ماي ارو. ماي ارو. المهم بخصوص المياه المالح، مو فقط مياه مالحة. نعم. وإنما تسمم بالمياه، اكو تسمم ترى. اكو مو حالات فقط مياه تسمم مالح. تصير.
اكيد اكو حالات يعني اليوم تسمم، الناس اللي ما عندها امكانيه تشتري مي ارو اليوم ده تشرب من هاي المياه المالحه، بالتالي اكو حالات تسمم ده تصير. اكيد احنا اليوم مياه المجاري جاي يصبوا مياه شط العرب، وماكو يعني لحد الان ماكو اي فد خبير فد مهندس اللي دزوه وشافوا لنا هاي قضايا بان الانهار الجاي يصب مياه شط العرب هاي كلها مجاري. ماكو نعم. اماكن متخصصه للمجاري، وانما شط العرب بالتسمم المياه المالحه البزل مال انهر ايران جاي يذبون علينا مال المصانع، هذا جاي كله جاي يصب مياه شط العرب من غير المحافظات، المحافظات نفس الشيء مجاريهم جاي يصب عندنا، هذا كله تلوث وتسمم يسبب الامراض السرطانيه للمواطن العراقي. يعني اليوم الناس مو كافيها تلوث بيئي، النوب اليوم تلوث المياه، يعني مو كافيها اليوم امراض سرطانيه، النوب العالم ده تتسمم بالمياه، المياه المالحه و شو تريد تجين؟ اريد ده تنخفض وياها تجين المياه وخرج على المجاري. البصره، ان شاء الله اريد انا عندي تجين زياره وخرج على قريبه البصره. البصره واشوف واقعها ها على ارض الواقع. الخدميه اذا احكي لك اذا تعطيني وقت شويه، نعم على البنيه التحتيه بالبصره وعلى الخدمات بالبصره، الخدمات بالبصره كلش معدومه، تعايمشي واخذك للاقضيه والنواحي، الاقضيه والنواحي كلش تعبانه، انا ما اريد اصور لك الشوارع الرئيسيه في البصره، انت مال الشغل بالاعلام وال استاذ مال عقيل الشغل. نعم سبق انه صار اعمار بالبصره، لكن منطقتين اللي هي القبله وياسين خريبط والمسؤولين قلبوا الدنيا ووسائل الاعلام ومواقع التواصل وجيب عمك وجيب خالك وتعال صور، هنا شارعين القبله شوارع. وياسين شوارع خريبط. اربعه سواء وشنو سوى زين شوارع ويطلع اربعه مسؤول، سبق بالبصرة. واحنا حكينا بهذا الموضوع كان ويانا مسؤول ذكر انه اليوم الاعمار بالقبله وياسين خريبط يضاهي الاعمار بدول الخليج ودبي تحديدا. برايك هذا الشيء صحيح؟ تعي راويك المناطق الشعبيه داخل، لا 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 تنظري على الشوارع ويصورون لك من فوق بالليل ويشغلون نارات، لا تشوفين هذا، تعي دخلت على المناطق الشعبيه وعلى الاقضيه والنواحي شوفيها متهدمه كارثه. نعم ماكو هيك ترى، يعني اليوم اليوم احنا انت تدرين هاي هسه البلديه هاي الحاويات اللي وزعوها جاي تنباع، شنو ينباع؟ هاي الحاويات تنباع، حاويات النفايات ده تباع للمواطن؟ اي تنباع للمواطن بيع، من اللي يبيعها؟ اي يبيعونها بعد، شوف يا شيخ مو المفروض توزع على المواطن مجانا؟ هاي ينطونا وحده وتظل هاي الوحده لمده طويله سنين تظل عندها هاي زين، وانا اجي ابيع لوحده ويجي ابيع على وحده، وانما احنا نجي الكورنيش، هاي الكورنيش اللي خابصين به الدنيا، اذا تنظرين للخارطه تختلف عن الواقع. شلون تختلف؟ خارطه من اي ناحيه؟ تمام الخارطه المرسومه بان كورنيش راح يصير كذا تختلف عن الواقع، هو كورنيش شنو نفسيته، واذا اقول لك معلومه لو ضالين على قبل احسن لنا، واكو هواي لوقيه ما راح يقبلون علي كورنيش بدلنا المقرنص خلينا جرانيت، هو هذا ترى ما غيرنا بس بشيء، شنو خلينا ايه بس هذا شنو خلينا نافورات راقصه ناطحات سحاب رسومات متحركه، شنو اللي خليناه بكورنيش؟ طينيا شنو اللي خليناه بكورنيش؟ ما خلينا انا اللي دا اسالك انت من البصره وتروح تزور الكورنيش، شنو اللي تغير نعم. بالكورنيش؟ شنو استاذ سجاد؟ شلنا المقرنصات، شلنا المقرنصات خلينا جرانيت، هذا نعم. اللي تغير بكورنيش. استاذ سجاد عنده مداخله، نعم تفضل. نعم ستنا العزيزه، الكورنيش مثل ما تفضل الاخ، الكورنيش يعني صفت عليه مبالغ خياليه على قولته بالوجه مرايه وبالقفص الله، يعني طواعيه بالرسومات كانما بالخليج طواعيه بالحقيقه، كورنيش عادي وبي الله يرحمه السياب الشاعر والباحه شبع طلق ابشري شفناه تمثال مال السياب زرفوه البارحه وضع الامنان البارحه بالبصره زين. شنو بالكورنيش؟ استاذ سجاد سؤال، هو المقرنص نافورة. شو وقت سووه يعني مال كورنيش حتى بدلوه بالجرانيت؟ هسه سووه جديد
هسه سووا وبدلوه؟ ستنا العزيز يعني ما صار 6 شهور تقريبا، 6 شهور هيك وقت رجعوا ست بدلوه. شهور هو 6 شهور وسووا كورنيش، مجرد كبروا مساحته وحطوا على قولة الأستاذ العزيز مقرنصات وسبويسات وسووا وإنارة، يعني فشي بتكلم وقت بسيط. شوي. زين لعد الاعمار السابق يعني شنو ما خططوا رجعوا فلشوا من جديد وسووا من جديد، وهاي كلها هدر اموال. يعني انا يعني بمكان ما اهدر هاي الاموال اخرب شيء وارجع اسوي من جديد، اروح اجيب علاجات، اروح ابني مستشفيات، اروح اليوم اسوي مشاريع حل المياه. يعني البصرة ترى محتاجة 3 محطات، ما محتاجة يعني فد معجزة، هي 3 محطات تحلية وتنحل المشكلة بالبصرة. نعم أبني مدارس، مو أنا عندي عام دراسي جديد والمدارس عندي كرفانات لو من طين. نعم ما ستنا تسمحي لي العزيزة، بالوقت سيدي. على المدرسة الكرفانية أنا في أحد الأيام قمت بمنشرة مدرسة كرفانية على الموقع التواصل الاجتماعي هو الفيسبوك نعم في منطقة الصنقر. هاي المدرسة يداومون بها 3 شفتات، 3 يعني وهي 3 مراحل كرفان. ابتدائية يداومون هاي المدرسة. هاي المدرسة كرفانية يعني هاي ومخصصة لها قطعة أرض من قبل المالية كرفانية. المدرسة احنا بيا سنة يعني بالعصر الجاهلي احنا بسنة 22 الناس وصلت للقمر، واحنا مدرسة في قضاء أبو الخصيب كرفانية متبرع بها أحد الأشخاص الأخيار صاحب سنتر تبرع بها على مود قال جهالنا طلابنا وين تروح وين تداوم وين تدرس، حط المدرسة وتبرع بها والدولة المساحة موجودة والأرض متوفرة، واليوم منطقة الصنقر منطقة بها عدد سكان ومنطقة موجهة خالية من المدارس، مدرسة كربانية. يعني أسألك بالله إحنا بيا وكيت بيا عصركني يعني بالصين واليابان سووا رحلات تتحول إلى أسرة حتى الطالب ياخذ وقت من الراحة خلال يعني الصف أو خلال يعني الدراسة، المعلمة تخصص له دقائق إنه يرتاح بيها الصف. وإحنا اليوم الرحلة بيها أكثر من 3 طلاب ومكسرة بلحظة، ممكن يعني يوقع الطالب من عندها، والموازنات انفجارية، والسيد المحافظ يمتلك كافة الصلاحيات، واليوم هذا هو واقع البصرة. مدارس كرفانية، وسبق وأن حذرت الدفاع المدني من بناء الكرفانات ومدى خطورتها على المواطن، ومنعت من بناء هاي الكرفانات، وده نشوف الحكومة مستمرة ببناء هاي المدارس. وفوق القهر اليوم جاي شخص متبرع خلف الله عليه، والله يعطيه الصحة والعافية، هو اللي اجى بنا او خصص قطعة ارض حتى يتخلى بهذا الكرفان. ليش؟ اليوم البصرة ما عندها امكانيات؟ ما عندها قطع فارغة اليوم؟ العالم تتصدق عليها؟ يعني مسؤولين الله. البصرة شو وقت تصحى ضمايركم؟ شو وقت نشوف شخص قلبه على البصرة؟ يعني شو وقت اليوم انتم تقدمون خدمة تليق بالبصرة؟ اليوم البصرة اليوم المفروض شوارعها تكون من ذهب. اليوم المفروض البصرة تكون أحسن من دول الخليج على الموازنات الانفجارية اللي بيها. ليش وقت تبقى البصرة تعاني؟ ليش وقت يبقى أبناء البصرة يعانون؟ والمشكلة على وسائل التواصل وعلى القنوات، بعض القنوات نشوف التلميع والصبغ بالسيد المسؤول، هو كل شيء ما مسوي. خدمات مبلط له شارع لو شارعين. ترى اليوم اكو مناطق عبارة عن أتربة، شوارع اليوم ما مبلطة. والمشكلة اليوم من نحكي لو نتهدد، لو يبتزونه، لو يقولون انت اعلام مسيس، لو يطلع لك واحد يرد عليك، هذا الحكي احنا مو من عندنا. وعشرات الصفحات تطلع تنتقد وتحكي كلام سيء علينا، هذا الكلام احنا ما جايبيه من جيبنا، والمواطن هم ما جايبه من جيبه. هذا المواطن، هذا الناشط اليوم هو اللي دا ينقل هذا الكلام. اليوم ابناء البصره هم اللي دا ينقلون معاناتهم. والمشكله اليوم من يطلع ينتقد المواطن والناشط دا يتعرض ايضا للتهديد. يعني استاذ سجاد، انا الكلام هسه حاليا اللي ذكرته وطرحت مشاكل الملفات اليوم والمشاكل اللي تعانيها البصره، هذا الكلام ذكرته برايكم انتم كناشطين، تشوفون اكو غلط برايك استاذ عقيل واستاذ سجاد؟ ستنا كل غلط ما بيه، هذا الواقع وهذا
الموجود موجود والحقيقي، وجانشر من خلال موقع التواصل الاجتماعي وقناتكم والقنوات كلها والمسؤولين ويعلمون بهذا الشيء. نعم زين. اليوم انتم اليوم تعرضون لي تكميم افواه، ممكن بعد عرض هاي الحلقه راح تتعرضون لي تهديد وتكميم للافواه؟ والله ستنا ما تعلمين بعد تكميم الافواه، بعد صار هاي مو عند المسؤول، اي مسؤول نجيب طاريه ونطلع فساد او نحكي نقول هاي صح هاي غلط، يقيم دعوه. نعم. يعني ابسط هاي دعوه تشهير سهله عند يعني المسؤولين. انا اليوم استاذ سجاد يعني ابقى يعني انا اليوم نطلع انتقد حاله سلبيه او نقص خدمه بمحافظه غنيه، انا اليوم مو بت البصره ولا واصله البصره ولا اندلها اصلا، بس اليوم من اشوف يعني اغنى محافظه واليوم ناسها ما عندهم مي صالح للشرب، ما عندهم كهرباء، ما عندهم شوارع تليق باسم البصره، اليوم العالم بين فتره والثانيه يعني عندنا اصدقاء بالبصره نسمع انصابوا بامراض سرطانيه، يعني واحد يعني يفقد حتى عقله، يعني معقوله اليوم اغنى محافظه بها هاي المشكله؟ بالتالي اليوم ليش هذا اللي جاي يصير بالبصره؟ اليوم احنا نعم نخصص حلقات اكثر على البصره لان دمنا محترق على البصره. اليوم انا كمواطنه عراقيه تحملني غيرتي انه غصبا ما علي ادافع عن البصره، حتى ذاني مو بت البصره ولا عايشه بالبصره، لكن اليوم نقص الخدمات واللي دا يصير بالبصره حرام على كل مسؤول قاعد بيها او حتى ما قاعد بيها، بس اكيد هو رب بهاي المحافظه. هاي النعمه اللي عشت بيها واللي انت عايش بيها، هاي النعمه ممكن تعثرك باكر عقبه، وراك حساب وكتاب باكر عقبه، يعني انت محاسب امام الله ما قدمت خدمه للمواطن. بالتالي اليوم يمكن دعوه وحده من العالم حتى المنصب اليوم التركي. بالتالي اليوم اكيد البصره ان شاء الله يكونون رجال غياره، رجال اكفاء، رجال قادرين على انتشالها من الواقع اللي حاليا تعاني. البصره بها ابطال، البصره بها ناس دفعت خطر داعش، دفعت خطر الارهاب. بالتالي اكيد هاي الناس مثل ما دفعت الارهاب والخطر اكيد هي قادره اليوم انه ترجع البصره من جديد وتنهض بواقعها الخدمي والصحي والتعليمي وكافه الخدمات وكافه النقصات اليوم اللي تعانيها البصره. اكيد ابناء البصره راح يجي يوم ويصحون، راح يجي يوم ويقولون كافي ظلم، كافي تكميم افواه. استاذ عقيل شفناك قمت ورجعت، خو ماكو شيء، خو ما جاك تهديد رساله، خو ما دقوا الباب عليك؟ الشاحن خليته، الشاحن الشاحن الحمد لله احنا توقعنا ان دقت الباب عليك وجاك. لا الشاحن بس اريدك تعطيني وقت، ما لي وقت كلش. يلا تفضل الوقت ما اخذ معدي. بس احنا خفنا قلنا خاف دقوا الباب وجو. لا اليوم هو اللي يحكي الحقيقه، يتهمونه بالعماله الاجنبيه، اللي يتهمونه بالسفارات، يتهمونا بالجوكريه، يتهمونا. والله صراحه انا افتخر اكون عميله لابناء البصره واكون مشروع استشهاد في سبيل هذه المحافظه، فاي تهديد واي انتقاد واي كلام ما راح ياثر بينا كقناه واني كمقدمه برنامج، وهذا البرنامج هو يعني فداء في سبيل البصره وابناء البصره. على راسي اشكرك حم الله وديك، وخصوص الخدمات بالبصره. نعم سمعيني واضح؟ نعم اسمع. اليوم احنا فقط زرق ورق، فقط زرق ورق مثل الجسور، ترى الجسور اللي جاي تشوفينها بالبصره فقط هن عباره عن زرق ورق، ما عليهم كل اهميه، والازدحامات اللي كاظه الشوارع ما عليهم كل اهميه، هاي الجسور فقط بس بالواجهيه اللي نشوفهن هن جسور والازدحامات باقيات لان بنا على غلط هاي الجسور، وانما الطريق اللي سووه قبل اشهر هو طريق الصناعيه. نعم احنا اذا نروح له هسه ونشوفه واتحدى اي مسؤول ينزل وياي وشوف التروج البي وشوف الطسات البي وشوف الحفر والنقر اللي صارت بهذا الشارع، كل متابعه ماكو. اليوم انا من انطي، أنا اليوم رئيس لجنة أمنية، من أنطي مشاريع للشركات غير أروح أتابعها أول بأول؟ غير هسه أنا ما أروح، أنا ما فارق، قاضيها بالخارج وقاضيها ما أعرف وين، ما فارق، خليني مسؤول عني، خليني نائب مالتي يروح
يتابع لهاي المشاريع، لان هي المشاريع بذمتي اللي انا مسؤول عليها، غير اروح اشوف انها مشاريعها شنو المتانه مالتها، القوه مالتها كملت لا بعدها. تعي شوفي مال بس شهر او اسبوعين ثلاثه هي هاي الشركات جاي تشتغل بيهم. كل الطرق اللي اشتغلت الشركات هي عباره عن زرق ورق في البصره. نعم، يعني انت كمواطن بصري ما راضي عليها. انت تدرين لو ما الناشطين والمواطنين جاي يصورون الحالات اللي جاي نشوفها. نعم. بالطرق والجسور ما حد راح يعرف بيها، لان متابعه ماكو. وهذا اللي يكشف هاي الامور. يعني استاذ عقيل، وشو الفائده اليوم المواطن ده يعرض سوء الخدمات ونقص الخدمات، لكن شنو اللي جاي يصير بعدها؟ شنو التغييرات اللي ممكن تطرا؟ والله نقول احنا شنو بيدنا؟ كل شيء ما بيدنا غير نصور وندز، نصور ونراوي للعالم، يا عالم شوفوا هاي الشركات، شوفوا المشاريع الوهميه. انا اعرف اكو هسه من عهد المالكي اكو مشاريع لحد الان متلكه، فقط صايره كبل النفايات من عهد المالكي. زين هاي مو فلوس، هاي مو مليارات تنصرف. نعم. زين اريد ان يجي شخص يقول يابا للمسؤول انت اللي قضيت هذا المشروع، شنو اللي سويته؟ شنو اللي تغير به؟ وين المتانه؟ ليش هيك صار؟ قصر رفيت؟ كل هذا ماكو، كل هذا ملغى. نشوف جسور وشوارع يمكن تبلطت، لكن بعد شهر شهرين نشوف التخسفات. نعم تفضل استاذ. قلت الزرق ورق داخل قدام الاخ موجود، اكو مداخله مما يريد الاستاذ ما يعقب عليه. نعم تفضل. واحنا هاي نحكيها لان هاي مصلحه عامه لا بها طائفيه، لان شارع شارع الرسول يقول وكفى الله من بعد يعني عن طريق المسلمين، هذا طريق الاذى عن طريق المسلمين شارع. وريد نسولف اليوم على شارع السراجي اللي هو سايديا شارع الداخلي مال قضاء ابو الخصيب. نعم. الرسول موصي بكف الاذى عن طريق المسلمين، وهذا الشارع ما تابع لا لاي طائفه ولا اي جهه، والحكومه المحليه بصمود تام وما حد جاي يتكلم. وطلعنا ونشرنا المنشور لحد البارحه، نشرناه على موقع التواصل الاجتماعي وهو طريق السراجي، واقف على مناره ماخذه اغلبيه الشارع، والمشروع يريد يكمل، وهذا الشارع يعبر عليه كل الطوائف، شارع للمصلحه العامه. وطلع المحافظ ووعد بان المناره ترجع للخلف والشارع راح ينفتح، وحاليا الشركه تريد تكمل العمل مالها، لكن هذه المناره معرقله العمل واكمال هذا المشروع. نعم. نعم ست العزيز. زين، صار قد من المحافظ وعدكم بانجاز هذا المشروع وانه المناره ترجع كم خطوه؟ ستنا المناره ماخذه مساحه من الشارع تقريبا بالست مترات. زين. وظلت ترتين، تدرين انت على قضاء ابو الخصيب عدد سكان، عندك حكومه، عندك سلاح منفلت، عندك غيره، عندك ابو ستوته، ابو دراجه، يعني شارع ما يستوعب. وهذه مصلحه يعني عامه. يعني تقصد انه هو شارع مزدحم. اليوم بالتالي مدى يستوعب كميه السيارات والناس الموجوده بهذا الشارع السراج او السراجي؟ نعم. نعم. وهذا هاي المناره راح تسوي لنا خلل وراح تسوي لنا ازدحامات، يعني هاي لازم تبتعد. الرسول صلى الله عليه واله وسلم يقول كف الاذى عن طريق المسلمين. نعم. وهذا طريق المسلمين كلها راح تعبر عليه. زين، انت ذكرت انه السيد المحافظ وعدكم انه يوسع هذا الشارع، صار ايش قد من وعدكم وشنو اللي صار، الانجاز اللي صار بعدها بعد هذه الوعود؟ نعم ستنا العزيزه، الشارع مثل ما يعلم الاخ الناشط الاستاذ عقيل، الشارع طلع المحافظ البصره واجى مسؤول الوقف السني مال محافظه. نعم. عاصمه بغداد، ووعده وراح يرجعون الجامع للخلف والمناره يخلونها تصير فوق الجامع على مود يفتتح الطريق امام المشروع. نعم. هاي تقريبا راح يصير لها فوق الست اشهر سبع اشهر، ولا يزال تتزال المناره موجوده في نفس المكان. يعني
استاذ سجاد البارحه انا شاهدت صوره انه التبليط واصل لحد المناره ومتوقف، سبق وانه الوقف السني توجه وفد الى السيد المحافظ وصارت مناقشات ومداولات، وزاره الجامع وصعدوا للمناره واجراءات صارت، شنو اللي صار بعدها؟ شدنا كل شيء ما صار بعد نتائج هاي الوفود اليوم اللي بدها تروح من الوقف ومن الجهات. نعم ستنا مثل ما شفتي بالتواصل الاجتماعي حضر المحافظ وحضروا المسؤولين وحضر الوقف السني واتفقوا بان المناره ترجع او المناره تبقى، لكن المناره موجوده لحد الان في نفس المكان ومعطله عمل الشركه ومعطله طريق المسلمين، وهذه مصلحه عامه احنا ما نريد من خلال انا اللي بسالك يعني نتائج هاي اللجان اللي زارت المناره شنو اللي صار بعدها من زاره السيد المحافظ؟ شنو اللي تغير؟ يعني المشروع اليوم متوقف. طيب. بعدها متوقف وبعدها المناره في نفس المكان. زين. والشركه ظاله ثانيه تريد تكمل الشغل، مبلطه من هاي الصفحه ومبلطه من هاي الصفحه، والمكان اللي يعمل المناره ظال. يعني المناره معرقله المصلحه العامه ومعرقله المشروع بالكامل. نعم. زين. واي اجراء ما متخذ في حقها لحد الان. نعم استاذ عقيل حاب تضيف شيء من خلال البرنامج بخصوص اللي الاوضاع اللي جاي يصير بالبصره؟ نعم اخر الاوضاع اللي صار الاسابيع هاي يوميا، الفشل ليس يتحمله فقط قائد الشرطه، الكل يتحمل المسؤوليه، والاول هو رئيس اللجنه الامنيه يتحمل المسؤولية مو فقط قائد الشرطة، لأن هو المسؤول الأول، مسؤول اللجنة الأمنية، مسؤول المواطن عن حياة المواطن، حياة المنتسب، هو اللي يتحمل المسؤولية مو فقط قائد الشرطة. أنا اليوم من أقيل قائد الشرطة شنو؟ إجت تعليمات من عندك القائد الشرطة ما نفذها، ليش اليوم فقط أنا قائد الشرطة ما أعرفه لا ابن عمه ولا خالي ولا عنده علاقة بي الله شاهد ولا عنده رقمه ولا بحياتي ملتقي بي، بس اقول ليش ما حملت المسؤوليه الك؟ ليش حملتها فقط القائد الشرطه وقال قائد الشرطه؟ طب قيل نفسك اللي انت ما قدرت تسيطر على الوضع، اللي انت قول هاي احزاب ما اقدر لها، هاي السلطه قويه ما اقدر لها، ليش ما قلت قائد عمليات؟ وهم قائد عمليات وانت سميته هذا ارهاب بان الاستعراضات ارهاب هذا، بان انت تقول فصائل مسلحه ما معروفه وما عندها باجات ولا عندها باجات تحمل السلاح وطلعت بالشارع، هم قائد عمليات، طب هم قيل لنا هم هو يتحمل المسؤوليه، فانت اليوم تتحمل المسؤوليه وتتحمل مسؤوليه اي مواطن يطيح بالرمي العشوائي هذا، واعتقد البارحه او قبلها سقط شخص شاب همينه بالطلق العشوائي بالاقضيه والنواحي، فال رئيس اللجنه الامنيه هو يتحمل كافه المسؤوليه اللي نعم. جاي يصير بالبصره هو المسؤول. استاذ عقيل زكي الناشط المدني شكرا جزيلا لك وشكرا انضمامك يوم معنا، اكيد نورتنا تحياتنا لك، وايضا احب اشكر استاذ سجاد العطبي الناشط المدني، نتامل لكم الصحه والعافيه، ان شاء الله ما تتعرضون لعمليه اعتقال او يعني تهديد بعد عرض هذه الحلقه، واكيد حق الرد مكفول لاي جهه او شخصيه ذكرت من خلال البرنامج، احنا دائما نذكر بهذه المعلومه لان احنا منبرنا حر وغايتنا ايصال صوت ورسائل المواطنين اللي تردنا وتصلنا عبر الصفحات الخاصه بنا شخصيا او صفحه البرنامج، بالتالي بصره بصرتنا وتستحق وتستاهل كل الحب والاحترام وكل الخير، عسى ولعل انه السيد المسؤول اليوم ينهض ضميره مجددا ويتعب شويه اكثر على البصره. وصلنا وياكم مشاهدينا ختام حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا غدا ان شاء الله حلقه جديده من برنامجكم برنامج المعتمد، تحياتكم وتحيات كادر عمل جميعا، الى اللقاء.